الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح البحر. كده احنا اتحركنا خلاص، اول يوم رايحين في المصيف، رايحين بورتو ساوث بيتش العين السخنة. احنا بنروح الفندق ده على طول صراحة، قريب ومريح نفسيا، وخلاص بقى اخدنا عليه ما بنقدرش نغيره بصراحة. سافرنا مع جو باص في الميني، لأن مشاكل الباصات الكبيرة طبعا معروفة بتاعة جو باص. بس هو فيه ميزة حلوة قوي، انه هو ليه محطة داخل بورتو ساوث بيتش وداخل بورتو سخنة كمان، فدي ميزة مش موجودة في أماكن كتير. أنا بصراحة دورت على شركات كتير تكون موثوقة بتروح العين السخنة وخصوصا بورتو ساوث بيتش، ما لقيتش. فخلاص بقى بقينا على طول نسافر معاه، وبصراحة الميني ما فيهوش مشاكل كتير الحمد لله لحد دلوقتي. كده احنا زي ما اقولكم اتحركنا الساعة 8:30، وده الطريق بتاع الفندق. ما خدناش وقت في الطريق الحمد لله، هو 2:30، والحمد لله برضو الطريق كان حلو. السفر الصبح احسن بكتير جدا. واحنا راجعين بنركب طبعا بتاع الظهر ده بنتعب فيه شوية، لكن عشان الجو حر طبعا، لكن السفر الصبح حلو جدا جدا. فانصحكم يعني لما تيجوا تسافروا سافروا دايما الصبح. فاحنا اتحركنا على 8:30 كده، وخلاص قربنا اهو على الفندق. هنا بقى كنا خلاص وصلنا الفندق الحمد لله. ده المدخل بتاع الفندق بعد ما طلعنا. هنا على الشمال المكان ده كده زي فود كورت، في مطاعم وكافيهات، في سوبر ماركت سعودي اهو في الوش. بيحصل فيه بقى بالليل ترفيه، يعني حاجات ترفيهيه زي ان هم بيشغلوا دي جي، ممكن يحصل فيه فقرات الكلام ده. فالكورنر ده جميل جدا، ممكن للسهر بالليل، وبيفضلوا فاتحين للصبح. هنا بقى دخلنا البول الرئيسي، هو فيه تقريبا 3 بول، انا شفت 2، مش فاكرة اذا كنت خدت بالي من التالت ولا لا، بس احنا على طول بناخد على البول الرئيسي اللي هو ده اللي اوله كده على الشمال الريسبشن، وعلى اليمين في الشاليهات هنا، وده المطعم اللي هو على اليمين ده. بعد كده بيجي الشاليهات، وهنا على الشمال الريسبشن والبول الرئيسي. احنا على طول بناخد الفيو على البول الرئيسي. فزي ما انتم شايفين كده، احنا دلوقتي رايحين في الغرف للشاليهات. وزي ما انتم شايفين برضو المكان والله بجد فيه راحة نفسية مش مفهومة. يعني حتى لو كان مش بيرفكت في كل حاجة، بس في راحة نفسية، واللي بيروح المكان بحس ان يعني احس ان الناس كلها زينا. يعني بحس ان انا يعني لما بنروح المكان ده ما بنقدرش نغيره، سبحان الله. يعني احنا كده خلاص قربنا على الشاليهات، داخلين اهو الشاليهات بتاعتنا. معرفتش اصور لكم الغرف لان احنا ما شاء الله كتير، فمعرفتش عشان الخصوصية، ولكن دورت لكم كده على فيديو يكون فيه نفس الغرف اللي احنا فيها. هنا زي ما انتم شفتوا الحمام، هنا في مطبخ صغير كده، في مايكرويف وحلل وطاسات وبوتاجاز كده عينين، واطباق ومعالق وشوك ومجات. احنا كل ده صراحة ما استعملناهوش، وده كاتل وطفاية ما استخدمناش الصراحة ده كله، لان الفطار والعشاء كده كده في الفندق، فما نستخدمش ده، ما استخدمناهوش خالص. ممكن الكاتل كده كل فين وفين. دي غرفة من الغرف فيها سرير كبير تمام، وفيها تسريحة وفيها دولاب،
وبره بقى في الريسبشن في هنا تلفزيون، وفي الترابيزه انت شايفينها دي، والتلاجة، وفي كمان الكنبه دي بتتفتح وبتبقى سرير، ولكن صراحه مش احسن حاجه الكنبه دي، النوم عليها مش مريح خالص، هي بس للقعده بس، لكن كنوم وسرير لا مش مريح خالص. ده الفيو من التراس بتاع الغرفه. كل غرفتين بيبقوا مع بعض كده. طبعا تقدري تاخدي غرفة واحدة، لكن انتوا لو عيلة واخدين غرفتين جنب بعض بيبقى بينهم كده يعني مقفول عليهم باب واحد، كل غرفة بيبقى ليها باب، ولكن من بره الكوريدور كده بيبقى ليها غرفة باب واحد للغرفتين. تمام، الغرفتين بيبقوا عبارة عن ايه، غرفة زي اللي انتوا شفتوها دي، والغرفة التانية بتبقى عبارة عن سريرين. تمام، يعني غرفة سرير كبير وغرفة سريرين، ولكن بقية التقسيمة نفس الحكاية بالظبط. يعني الغرفة اللي جنبنا دي اللي هي التراس اللي جنبنا دي هي الغرفة التانية اللي احنا كنا واخدينها. تمام، هنا بقى هسيبكم مع الفيو الجميل دوت وهرجع لكم تاني. بقى خلاص الساعة حوالي دلوقتي 7:30 ميعاد العشاء، العشاء من 7 لـ10. صراحة النهاردة كان أول يوم، وكان كنا تعبانين من السفر، وبينا تعبانين ونمنا، والجو كان حر جدا ما يشجعش أبدا إن احنا ننزل، وكمان الغرف كانت محتاجة تنظيف، هم قالوا إن هم نظفوها بس احنا كنا يعني ما كانتش عجبانا قوي، فخليناهم نظفوها تاني وغيروا لنا الملايات وكل حاجة، فخدنا وقت برضه في كده. وزي ما قلت لكم ريحنا عشان كنا مطبقين من امبارح، والجو حر جدا ما نزلناش خالص، ما عرفناش ننزل اصلا، الجو كان سخن جدا، ولحد دلوقتي يعني انتوا شايفين الهواء اللي حواليا ده هوا سخن. هننزل نتعشى، هو العشاء اوبن بوفيه من الساعة 7 لـ10 زي ما قلت لكم. لو كنتوا شفتوني قبل كده لما جيت برضو وريت لكم كل ده، هوري لكم النهاردة برضو. وبعد كده قلنا ان احنا هنطلع بقى على البحر نجرب كده ونشوف الدنيا هتتحسن عند البحر، الجو هيتحسن ولا لا، بحيث ان احنا ما نبقاش ضيعنا اليوم قوي. هو دايما اول يوم كده بيبقى ضايع، ما بنعملش فيه حاجه، ما نلحقش نعمل فيه حاجه عشان نبقى تعبانين من السفر. ولكن برضو قلنا ان احنا ايه، ان شاء الله نتعشى ونروح البحر كده نشوف يمكن الجو يتحسن ولا حاجه. فهننزل بقى نروح نتعشى، وهاخدكم معايا وهوريكم كل حاجه. هنا بقى وصلنا المطعم، معرفتش طبعا اصور لكم الاوبن بوفيه لان بيبقى فيه زحمه، بس صورت لكم هنا الاكل، شوربه كانت شوربه لسان عصفور، وفراخ مشويه شيش، ولحمه اللي هي كباب حله، وخضار سوتيه، وفي بقى رز، وفي نوع من اي خضار. النهارده كان فيه بطاطس، وكمان فيه سمك، سمك فيليه بيبقى مشوي كده معمول بالخلطة، حلو برضو. الأكل كان جميل، ولكن الشيف اتغير. الشيف بصراحة اللي كان موجود في السنين اللي فاتت كان أحسن بكتير، كان في تنوع كده دايما في الأكل أكتر من كده،
والأكل كمان كان أحلى من كده، ولكن في العموم مستوى الأكل حلو ونضيف وزي الفل يعني. هنا بقى احنا كنا بناكل وكنا بقى بنتكلم انه السفرية دي فعلا جت في وقت يعني مناسب جدا، يعني كلنا كان عندنا ضغوطات والفترة اللي فاتت دي بصراحة ما كانتش احسن حاجة، وده يعني يخليني اقول لكم انه مش كل اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا هو حقيقي، وان انتوا مش لوحدكم، يعني كل واحد بيفتكر نفسه ان هو اللي عنده بس مشاكل او عنده ضغوطات او كده، لا، كل بيت هتلاقوا فيه حاجة، كل بيت هتلاقوا فيه ضغوطات ومشاكل، وكل بيت فعلا فيه اللي مكفيه، ولكن اللي بيظهر على السوشيال ميديا ما ينفعش يبقى المشاكل، ما ينفعش نصدر المشاكل او الحاجات اللي بتحصل الوحشة، دايما بنحاول ان احنا نصدر الحاجة الحلوة، ولكن كلنا عندنا ضغوطات والتزامات وبيحصل مشاكل وضربات في حياتنا. فالسفرية دي بصراحة ما كانش معمول حسابها خالص، ولكن هي جت فجأة، ولو ما كانوش حجزوا كده وقالوا لنا خلاص بقى يلا احنا هنسافر ما كناش رحنا. هنا بقى احنا كنا خلاص بقى اكلنا، وده الحلو، المنيو بتاع الحلو دايما فيه فرايتي كتير جدا زي ما هتشوفوا دلوقتي، وفي حاجات طبعا يعني احنا مش بناخد كل حاجة، في حاجات طبعا بناكلها وفي حاجات لا، فكل واحد ياخد الحاجة اللي بيحبها يعني، ولكن في تنوع كتير في المنيو بتاع الحلو الحمد لله، وكان طعمه جميل جدا. فالأكل بصراحة عموما حلو، فبس كده هناكل بقى الحلو بتاعنا وخلاص كده بقى هنروح بقى البحر. وهنا احنا كنا في طريقنا للبحر، هو البحر يعني بعيد شوية عن الشاليهات اللي هي اللي احنا فيها، فبنروح طريق كده زي ما انتم شايفين. انا قصدت ان انا اخدكم معايا جولة علشان تشوفوا كل حاجة زي ما انتم شايفين كده، بعد ما بننزل كل اللي انتم شفتوه ده، في ده الطريق بقى اللي بيودي على البحر، اللي على الشمال دي شاليهات الملاك،
فالبحر اهو في الوش. انا حاولت بصراحة ان انا يعني اصور لكم على البحر، ولكن الاضاءة طبعا ما فيش اضاءة دلوقتي، ولكن انا سمعتكم بقى يعني هتسمعوا صوت البحر، ده اللي انا قدرت اعمله بصراحة. الاضاءة طبعا زي ما انتم شايفين، حتى لما شغلت الفلاش لا ما طلعش، طلع وحش جدا، الفلاش ضارب جدا، مش باين ملامح اي ملامح خالص يعني. وزي ما احنا توقعنا، زي ما انا قعدت اقول لهم، اللي رحنا لقينا في ناس قاعدة هناك، والجو كان جميل جميل فوق الخيال وفوق الوصف. يعني دايما مش كل الناس بتبقى عايزة تروح بالليل. هسيبكم بقى مع صوت البحر الجميل ده. هنا بقى خلاص كانت حوالي الساعة 12، طلعنا من البحر، قلنا بقى نروح يعني برضو عشان اليوم ما يضيعش ونحس ان احنا عملنا فيه حاجات كتير، قلنا نروح نقعد في اي كافيه من الكافيهات اللي في الفود كورت زي اللي انا وريته لكم واحنا داخلين. وفعلا رحنا قعدنا بقى في الكافيه، وكان يوم جميل جدا يعني، وفعلا فعلا اليوم ما ضاعش بقى. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No. هنا بقى كنا خلاص طلعنا، خدنا بقى سهرتنا وخلاص بقى كده، محتاجين ننام علشان نصحى بدري. انتوا عارفين المصيف بقى ما ينفعش فيه نوم بقى اللي هو 8 ساعات والكلام ده، لا يعني الواحد بيستغل اي وقت فيه. فكده خلاص بقى هنصحى بدري باذن الله بكره بقى، ونبدا اليوم من اوله، وطبعا هتكونوا معايا باذن الله في كل حاجه، وتصبحوا على خير. Until